نحتفل اليوم في الجمعية باليوم العالمي للسلام، ونحن في دولة السلام التي دائما تدعو من خلال قيادتها الرشيدة إلى التآلف ونبذ الكراهية ودعم كل الأمور التي تؤدي إلى السلام. اليوم في دولة الإمارات نعيش مع بعض أكثر من 200 جنسية وبسلام والحمد لله. اليوم إن شاء الله بتكون مشاركتنا للسلام. أول بداية كلامي أقول سلامي عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا أحلى سلام. سلامي اليوم أنا أقول إياي منابع من يداتي، مكتوب ياني بعام زايد قال لي عليك سلام. السلام في كل شيء احنا نتمناه، مع لوننا، نتمناه مع أهلنا، نتمناه مع شيرنا، مع هوانا، مع شمسنا، فنحن السلام في كل مكان في كل دار، وخاصة في دولة الإمارات سلام في كل بقعة. اليوم نحتفل باليوم العالمي للسلام تحت الشعار الحق في السلام، هذا الشعار اللي تبنينا الأمم المتحدة، وفي شعار ثاني للبيوت الشباب كلها تحتفل فيها اللي send to message، اللي خلينا ان هالسنة بيكون الشعار هذا، وتشوفون الفقرات تكون ان شاء الله في من القيادة شرطة دبي مشاركين في الفعاليات اليوم، وفي من الدفاع المدني انه يقدمون بعض المسابقات للجمهور، وفي بعض طلبة المدارس اللي بيقدمون فقرات للجمهور. الاحتفال باليوم العالمي للسلام يؤكد بأن دولة الإمارات أرض محبة وسلام ووئام لكافة شعوب العالم. عذار السعدي، لغاية الظفرة، دبي.